بسم الله الرحمن الرحيم. في الليكتشر ديت هنتكلم على السولف اللينير سيستم اوف لينير ايكويشنز، ودوت هيبقى يعني دوت كنت بقول ان السولف لينير سيستم اوف لينير ايكويشنز دوت احنا كنا توقفنا في الريجريشن ان عندي ايكويشنز ممكن احلها، فده هيفيدنا جدا ان لما يكون عايز مثلا في الريجريشن معادله من الدرجه الثالثه الرابعه الخامسه ان ممكن ده يحلها او تحلها اناليتيكال والكلام ده كله. بس هتلاقي طبعا ان حاجات النيوميركال طبعا اسرع واسهل من ان انت تقعد تحل وكده. فتعالوا نشوف يا جماعه كده اول حاجه يعني ايه اصلا اللينير سيستم از تو اور مور ايكويشنز. يبقى لو عندك 2 ايكويشن ده سيستم اوف لينير ايكويشنز، لو عندك 3 ايكويشنز 4 ايكويشنز اند سو اون ده كده لينير سيستم او سيستم اوف لينير ايكويشنز. هو دلوقتي عايز يسألك سؤال، لو رسمت الكلام دوت يعني ايه سولف سيستم اوف لينير ايكويشنز؟ لو انا عندي معادلتين زي ما كنت بجيبها في الريجريشن بتاع الاولاني خالص الاي نود والاي واحد كنت بحلهم مع بعض، لو عندي معادلتين يعني ايه سولف المعادلتين مع بعض؟ ايوه التو فاريبل دول هم يمثلوا مين؟ نقطه التقاطع ما بين التو لاينز دول. ده بالنسبه لو هو معادله بسيطه. فبيقول لو احنا رسمنا المنظر حاجه زي كده فنقطه التقاطع ده هو السوليوشن بتاع اللي انا عايزه. خلاص؟ تعالوا بقى نتكلم ان جنرال. يبقى يعني ايه سيستم اوف لينير ايكويشنز؟ يبقى انا عندي ام ايكويشنز وكل ايكويشن فيها ام unknown variables، صح كده؟ يبقى انا عندي m equations في m ايه؟ unknown variables. اول equation هي a11 في x، a12 في x2، a13 في x3 and so on لغايه a1m في xm بتساوي b1، وال b1 اللي هو بيسموه الحد المطلق. او ان انت بتكتبها كده ان هي عباره عن ax بتساوي b. عارفين الموضوع ده؟ كنتوا اكيد بتحلوها كده ان بتكتب a x بتساوي b. فالa ديت اللي هي الماتريكس اوف اول كوفيشنتس والاكس اللي هي الانون. طبعا في الماتلاب عشان اجيب الاكس يا جماعه بمنتهى السهوله هعمل كده. يقول لك انت بتقول a x بتساوي b اضرب في ناقص في الانفرس واضرب في الانفرس، فدي تروح مع دي يطلع اي ايدنتي ماتريكس. يبقى الاكس بتساوي ايه؟ يبقى انت لو جبت الانفرس بتاع الاي وضربته في البي هيطلع لك الاكس، والاكس دي هتبقى كام فاريبل او كام فاليو في الكيس بتاعتنا هنا. مثلا لو هي ام يبقى ام، الام بقى ب 5 يطلع 5، الام ب 20 يطلع 20. فدي بالمتلاب. فطبعا عايزين نشوف ايه الميثودز المختلفه اللي ممكن تستخدم في الكلام دوت. في طرق انتوا خدتوها زمان، حاجه اول حاجه ممكن جرافيكالي نحلها لو هي معادلات خط مستقيم فشوف نقطه التقاطع، لو هي بقى معادلات بلين فشوف التقاطع بتاع بلانز دوت هيطلع في ايه، لو هي حاجه اسمها هايبر بلين شوف البلين اللي هو بيقاطعهم كلهم. فيبقى هو في الاخر هو انترسكشن سواء بقى كان بوينت لاين بلان اي حاجه. لما يكون عندي معادلتين بالمنظر ده ازاي احل جرافيكالي؟ ارسم المعادله الاولى وارسم المعادله الثانيه وبعيني اشوف نقطه التقاطع فين وهو ده الحل. يا جماعه انا بتكلم في بساطه دلوقتي انا لسه ما دخلتش نيوميركال خالص. طب احل ارسم الاولى ازاي؟ انا عشان ارسم اي فانكشن لازم تبقى واي بتساوي اف اوف اكس. هو هنا هيحط اكس اكسس وواي اكسس، اكس اكسس هيحطه باكس واحد وواي اكسس يحطه باكس اثنين مثلا. يبقى انا كده كأن عايز اجيب ايه بقى؟ احول المعادله الاولى لاكس 2 as a function of x1، فكل ما تديني x1 اقول لك x2، كل ما تديني x1 اقول لك x2، صح؟ اللي هو بسيط قوي يا جماعه.
ودي ودي ما اعرفش الثلاثة اكس الناحية فين وخد ايه واقسم على ايه، في الاخر يطلع لك ان اكس 2 بيساوي ناقص 3 على 2 اكس 1 بلس 9. اوكي؟ لا لا انا ما بتكلمش داتا على اي نوت خالص، انا بتكلم ان انا اخلي الطرف الشمال هو الواي اكسس والطرف اليمين هيبقى الاكس، اعوض بقى بالاكس في الطرف ده تطلع الواي. فلما اخد مثلا الاكس ب 2 اعوض 2 في 3 على 2 يبقى ناقص 3 زائد 9 يبقى 6، فعندي 2 هتلاقي نفسك طلعت هنا اللي هي فعلا 6. اوكي؟ نفس الموضوع المعادله الثانيه هتتكتب ان هي اكس 2 في الاف اوف اكس 1 وبرده ترسم لها رسم لها المنظر دوت، فطلع نقطه التغاضى فين يا جماعه؟ عند 4 و3 صح؟ اهي لو حطيت هنا 4 و3 هيطلع اللي انت عايزه. 4 في 3 ب 12 و3 في 2 بكام؟ 6، 6 و12 كام؟ 18 صح؟ يبقى جرافيكالي ببساطة جدا، بس الموضوع طبعا لو زاد عن 3 و4 والكلام ده كله مش هتعرف تبص جرافيكالي. وفي طريقة تانية مش عليكم، يعني بصوا يا جماعة دي مش عليكم خالص، بس يعني بسترجع الذكريات بتاعتكم. طريقة كرامر كان يقول لك إيه؟ احسب لي 3 ديترمينانت. ديترمينانت فيه كل الكوفيشنز. ديترمينانت فيه ان انت تشيل اول رو مع اول كولوم، والديترمينانت الثاني تشيل ثاني رو مع ثاني كولوم، والثالث نفس الكلام، وفي الاخر الاكس بيساوي دلتا على دلتا اكس، دلتا او دلتا على اي 1 ودلتا على يعني دي دلتا او دي ودوت اللي هي اي 1، والاكس 2 بتساوي دي على الاي 2، بقت اكس 1 بتساوي دي على اي 1. مين دي؟ قيمه المحدد بتاع كل كوفيشنز. طب مين اي 1 قيمه المحدد ده؟ طب مين اي 2 قيمه المحدد ده؟ كان اناليتيكال يا جماعه كنا بنحله. ماشي؟ طيب الطرق النيوميركال بقى عندي طريقتين، عندي جاوسيان او جاوس جاكوبي وعندي جاوس سايدر. تعالوا نشوف جاكوبي هيقول ايه. اول حاجه جاكوبي بيقول لك في كونديشن لازم تتحقق منه، ان يكون حاجه اسمها دايجونالي دوميننت. لازم الماتريكس بتاعنا تكون دايجونالي دوميننت. يعني ايه بقى؟ قال لك يعني الكوفيشنت الاولاني اكبر من سميشن كل الكوفيشنز، ده اكبر من السميشن بتاع ده زائد ده لغايه ده، وده اكبر من سميشن ده وده وده. وانزل بقى يعني ايه 1 1 ايه 2 2 ايه 3 3. لازم يبقى الدياجونال هو الدوميننت، هو السايد، هو كبير، يبقى لازم ده اكبر من مجموع كل اللي جنبه. طيب تعالوا نشوف مثال، هل ده الماتريكس دي دوميننت او دياجونال دوميننت؟ ايوه 8 اكبر من ناقص 3 زائد 2 اللي هي بناقص 1 صح؟ ال 11 لا سيبك من ناقص، وخد بالك احنا كده كده بناخد الابسوليت فاليو. سوري يا جماعه، هو في الاولى احنا بالظبط، برافو عليك، يبقى 3 زائد 2 6 ب 5، يبقى 8 اكبر من 5. الثانيه 11 اكبر من 5، الثالثه 12 اكبر من 6 زائد 3 اللي هي 9، فيبقى هو دايجونالي دوميننت. اوكي لو اتحققت ان هي دايجونالي دوميننت نقدر ندخل في جاوسيان جاكوبي او جاوس جاكوبي. نعمل ايه بقى في جاوس جاكوبي؟ بيشتغلها بقى بالايتريشنز. اولا بيمسك كل ايكويشن من الايكويشنز ديت، يخلي اول ايكويشن اكس 1 في الطرف الشمال والباقي كله في الطرف اليمين. المعادله الثانيه يخلي اكس 2 في الطرف الشمال والباقي كله في الطرف اليمين. الثالثه نفس الكلام، فيطلع المنظر ده، ان ودي ده كله الناحيه الثانيه، فيبقى 20 زائد 3 اكس تربيع سوري 3 اكس 2 ناقص 3 اكس 2 اكس 3، وفي الاخر ودي ال 8 الناحيه الثانيه فيقسم عليها فيطلع المنظر ده. مقتنعين كده بالمنظر ده؟ اكيد نفس المنظر ده برضو،
بس انا جبت ده بقى عشان كده قسمتين على 11 وده عشان كده قسمت على 12. اوكي كده جبت يا جماعة x1 بدلالة x2 و x3 x2 بدلالة x1 و x3 x3 بدلالة x1 و x2. قالك افرض ان ال n دلوقتي بصفر يبقى كأني بقول له x1 واحد جايه من كل x1 اوف 0. يعني ايه بقى 1 0؟ قال لك الانيشال 0. يعني مش احنا ده يا جماعه فاهمين يعني ايه y نود y1 سوري وy1 اللي بتيجي بدلاله ال y2 وبعد كده y2 سوري y1 اللي بتيجي بدلاله y نود والy2 اللي بتيجي بدلاله y1 وهكذا. فهنا برضه عايزين x1 تيجي بدلاله x نود بتاعت الواحد. لا اكس واحد بص يا جماعه اكس واحد 0 اكس 2 0 اكس 3 0 كلهم في البدايه خالص بصفار كان يعني بفرض ان الحل صفر 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 صفر. هل ده صح؟ تقول لي لا طبعا مش صح او صح بس لا انا لازم اتحقق فاعمل ايه؟ المفروض اعوض ماشي. فخلونا نعوض مش هي هو ده الحل. تعالى بقى نجيب طب اكس 1 فاكس 1 نجيبها بدلاله الاكس 1 نود اكس 2 نود اكس 3 نود. فيبقى دي لو كانت 1 يبقى دي 0 0 0 0 0 0. يلا يبقى اكس 1 بيساوي 1 على 8 في 20 زائد 3 اكس 2 اس 0 كام؟ 1 ب 0. ما انا مش بقول باور تو ذا باور كذا لا انا بقول اكس اوف يعني الانيشال فاليو. مش قصدي يا جماعه اكس 2 وهنا 0 يبقى ده اس 0 خالص. يعني بقول القيمه الابتدائيه بتاعت اكس 2 يبقى 0 يبقى كان ده ب 0 وده ب 0 صح؟ يبقى 1 على 8 في 20 اللي يطلع كذا. اكس 2 حط برده صفار الاكس 2 هتطلع كذا اكس 3 هتطلع كذا. طب وبعد كده خلاص انا كده جبت اكس وحايد اكس 1 1 اكس 2 1 اكس 3 1. هات بقى اكس كام؟ اكس 1 2 اكس 2 2 اكس 3 2 بيزد على اكس 1 1 اكس 2 1 اكس 3 1. بالظبط بالظبط. فيطلع كده يا جماعه 2.5 ناقص 3 2.9 من 10. لما انزل كده فيقول اكس 2 بقى بيساوي اهو الرقم ده وده ركزوا كده ناقص 3. ده مين ناقص 3 ده؟ اهي اكس 2 1 اهي بكام؟ بناقص 3. والثانيه اكس 3 1 اللي هي 2.9 صح كده؟ تمام. يحل بقى يا جماعه ويحصل على القيم الجديده. وبعد كده يجيب اكس 3 بعد كده اكس 4 اكس 5 تاني عشان تبقى ادق شويه اكس 1 4 اكس 2 4 اكس 3 4. يعني كاني بجيب الرابع قيمه لكل كوفيشنت بعد كده اجيب خامس قيمه لكل كوفيشنت. اقف امتى؟ ستوب امتى؟ او ان انا احسب الايرور والاقي نفسي او في يبقى في ثريش هولد ان اول ما الايرور يبقى لزن كذا ستوب. اوكي طيب الايرور بقى بتحسب ازاي يا جماعه؟ لان انا هنا مش بجيب دايما واي بدلالات اللي قبليها ده انا بجيب اكس بدلاله اكس 1 بدلالات اللي قبليها واكس 2 بدلالات اللي قبليها واكس 3 اكس 3. احسب الايرور زي ما انت عارف وخد الماكسيمم. يبقى الايرور هو مين؟ مش ده انت عارفه؟ وده وده ده الايرور بتاع كل اكسايه. خد الماكسيمم هو ده الماكسيمم ايرور اضربه في 100 ويبقى ده الايرور بتاعك. وستوب لما يكون الايرور دوت اكبر من الثريشولد معايا. فيطلع حاجه زي كده يا جماعه. اكس طبعا في الاول خالص ما فيش ايرور. والماكسيمم ايرور طبعا مش موجود. بعد كده يبدا يجيب اكس الثانيه او الكوفيشنت الثانيه فيجيب دي ويجيب دي ويجيب دي وبعد كده يجيب الايرور. فالايرور هيطلع كام؟ 100% ايرور. وبعد كده
يلاقي بقى الايرور عمال يزيد بقى ولا ينقص والكلام ده كله لغايه لما يوصل للايرور. بصوا هنا 207 يعني ناخد اي حاجه ماشي ناخد ديت. شايفين ده شايفين ده شايفين ده مين اقل واحد فيهم؟ سوري اكبر واحد فيهم 287 اهو. يبقى دايما الايرور اللي بحسب عليه هو اكبر واحد وهو ده الايرور اللي انا بقول ساتسفايد خلاص ستوب على كده. فبقول لك لو الثريش هولد بتاعي كان 1.5 يبقى انا هنا في اللحظه دي وصلت عند الايرور مظبوط زي الفل. يبقى الاوتبوت بتاعك يا جماعه هو ده وده وده. ده نعم؟ اوكي ماكسيمم او اكبر ايرور طالع في الاكسات. بس يا جماعه كده خلاص خلصنا الحته ديت وكده حصلنا على اكس 1 واكس 2 واكس 3 وهي ده هو ده الحل. اكزامبل 2 وبيقول لك ان انا عايز يبقى نسبه الايرور 1%. فللاسف هتلاقي هنا ايه بقى 3 هل اكبر من 6 زائد 2؟ او ماي جاد مش نافعه خلاص. طب اعمل ايه؟ طب الست اكبر من 3 و2؟ طب ما تنزل دي تبقى في المعادله الثانيه ودي 10 يبقى طلع دي فوق. طب ودي 5 صح. لا ما غيرش رد يعني خلي المعادله الثانيه تبقى هي اول معادله فمفيش مشكله. لو ما نفعتش هتبقى هنا الجاكوبي فشل في نهايه حل. خلاص فانا كده رتبت المعادلات وبعد كده ارجع احل تاني بنفس الطريقه اللي هو ابدا احسب المنظر ده. بس طبعا انت محتاج ضروري جدا تجيب الفورمولا دي اللي هي تخلي اكس 1 في طرف وكل الباقي في طرف تاني والاكس 2 في طرف وباقي والاكس 3 في طرف والباقي كله في طرف تاني. حصلت على الثلاثه ايكويشنز دول الموضوع اصبح تعويض مباشر. اديني الاكسات كده اجيب لك الاكس اللي هي اللي انا عايزها. طيب هتوقف على كده يا جماعه وهيبقى المره الجايه هنقول الجاوس سايدل ميثود هتبقى هي زي جاكوبي بالظبط. انا ممكن اقولها يا جماعه عشان هي بسيطه جدا. الفكره ان برضه لازم تتشيك ان هي دايجونال دوميننت. ولما تتاكد بصوا بقى هنا شايفين دي جت بدلاله اكس ان. طب ما هي هي. بص بقى دي جت بدلاله مين؟ بالظبط. لا نرجع تاني. بصي مركزه ان دي كانت ان وان. خد بالك هنا بقى ان بلس 1 وهنا بقى ان بلس ان بس عشان دي لسه ما جابهاش. ولكن هنا بقى عنده اكس 1 واكس 2 بقت ان بلس 1 وان بلس 1. الثانيه مش كده لا، الثانيه كان كلها اكس ان. فيبقى الانيشال فاليوز اللي هي في الاول 0 0 0 انا ماشي عليها. واروح جايب اكس 1 اكس 2 اكس 3. في سايد اللي يقول لك ايه؟ لا خد اكس 1 هتتعوض من الزيروهات صح. طب اكس 2 تاخد اكس 3 الاول ما هي في 0 بس اكس 1 تاخده بالقيمه اللي انا ابروكسيميت. بيقول لك ان الموضوع دوت بيقلل شويه الايتريشنز بتاعه الحصول على الاجابه وهو ده السايد الميثود يا جماعه. اوكي خلي بقى المره الجايه ان انا فاتح الموضوع ده تاني اقول مثلا العيوب ونبدا ندخل في ميثود تانية تحل الايه اللينير سيستم اوف لينير ايكويشن عشان لو الموضوع مش دوميننت دايجونال دوميننت هنعمل ايه. اوكي شكرا واشوفكم المره الجايه ان شاء الله.